بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كل فرد من أفراد هذه الأمة فإنه يؤدي عملاً لهذه الأمة ينفعها وتقوم عليه، والمسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان شد بعضه بعضاً، والأمة بحاجة إلى تخصصات في مختلف العلوم. وقد هيأ الله لكل تخصص هيأ له رجالا يقومون به، يتأهلون له أولا ثم يقومون به لتتكامل مصالح الأمة وتستغني عن غيرها، تستغني بأبنائها عن غيرها. وأنتم في هذه البعثات إلى الخارج تهيئون أنفسكم للقيام بمهمة من مهمات هذه الأمة، وتسدون حاجة من حاجاتها وثغرة من الثغرات التي هي بحاجة إلى سدها. فلذلك ابتعثكم ولاة الأمور لهذه المهمة. فعليكم أولا، وأنتم تتجهون إلى بلاد الغربة، أن تعلموا أنكم ستكونون في مجتمعات غير مجتمعاتكم، لها عاداتها ولها تقاليدها، وهي تختلف عن مجتمعكم، تختلف عن عادات مجتمعكم وعن عقائده وعن دينه. فهم أصحاب ديانات أخرى وأصحاب عقائد مختلفة، فليكن هذا منكم على بال، أن تحتفظوا بدينكم وعقيدتكم وعاداتكم الطيبة وأخلاقكم الكريمة في أي مكان، لأن هذا هو الأصل الذي ينبني عليه الإنسان. فإذا ضاع منه هذا الأصل ضاع منه كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة المانعة يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمؤمن يتقي الله في أي مكان، لأنه مسلم يمثل دينه ويمثل عقيدته في أي مكان كان، ولا يكون مسلما إذا كان في مكان معين، فإذا ذهب إلى غيره صار شخصا آخر، بل يكون مسلما في أي مكان، لا يساوم على دينه ولا يتنازل عن شيء منه. وهذا لن يضره أبدا، بل هذا يزيده رفعة، لأنه قد يتصور بعض الناس إنه إذا تمسك بدينه وخالف المجتمعات الأخرى أن هذا سيضره، وأنه سينظر إليه وسيضره
يكون عليه يعني ملاحظات من قبل المجتمع الذي يذهب إليه، أبدا هذه كلها وساوس. بل إن الإنسان إذا تمسك بدينه وتمسك بعقيدته زاده ذلك عزا وكرامة ورفعة. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن عزيز في أي مكان، ولكنه إذا تنازل عن شيء من دينه فإنه يكون ذليلا، لأنه ترك مقومات العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقون هم الذين يتكيفون تكيفات المجتمعات، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه حالة المنافقين، ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. لم ينفعهم هذا، لم ينفعهم هذا التكيف والتخلي عن دينهم ومجارات الناس على ما هم عليه، بل هو حطهم إلى أسفل سافلين، وصاروا في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا يظنون أن هذا يرفعهم وأن هذا. فالمسلم يعتز بدينه وبقيمه وأخلاقه، حتى إذا رآه الناس قالوا هذا هو الإسلام، عرفوا الإسلام ممثلاً بشخص هذا المسلم الملتزم بدينه، فزاده ذلك عندهم احتراما وعزا. وإن كانوا يخالفونه، لكن إذا رأوه إمعه رخص عليهم وقالوا هذا ليس له مبدأ، هذا شخص ليس له مبدأ، فلا يكون له قيمة عندهم. اتق الله حيثما كنت. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ وعرضة للنقص، يقع منه مخالفات بحكم الهوى وبحكم النفس الأمارة بالسوء، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقع من الإنسان وإن كان متمسكا بدينه وإن كان حريصا على دينه، لكنه قد يقع في شيء من الأخطاء، لكنها أخطاء دون الأخطاء في العقيدة، أخطاء في السلوك مثلا، قد يقع منه أخطاء في سلوكه، لكن يجبر هذا ويصلحه بالتوبة. فإذا وقع منه خطأ فإنه يبادر إلى التوبة. التوبة معناها الرجوع، تاب إذا رجع، الرجوع من الخطأ إلى الصواب، رجوع من السيئة إلى الحسنة، الرجوع هذه هي التوبة، الرجوع الصادق. إذا وقع منه خطأ بادر إلى التوبة وترك الخطأ، ثم أصلح في المستقبل وأتبع السيئة الحسنة، يتبع السيئة بالحسنة، يتبع الذنب بالطاعة والامتثال. وهذه الطاعة وهذه الحسنة تمحو ما وقع منه، مثل الماء الذي يغسل به الإنسان ما أصاب بدنه أو ثوبه من الأوساخ فيصبح نقيا، كذلك الحسنات والطاعات تغسل هذه السيئات وهذه الأخطاء. ولهذا قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تزيلها. فيتوب إلى الله ويرجع عن الخطأ ويسلك طريق الصواب ويجعل مكان السيئات، يجعل مكانها حسنات. هذا سلوك المسلم، هو أولا يحرص أنه يجتنب السيئات ويحرص على الابتعاد عنها، لكن لو قدر أنه وقع في شيء منها فلا ييأس من التوبة، ولا ييأس من القبول من الله، ولا ييأس من صلاح حاله،
فلا يجره الشيطان إلى التمادي في الأخطاء ويقول أنت أخطأت وأنت أذنبت، فأكمل المسيرة في مسعاك السيء، لأنه انسد عليك الباب، باب التصحيح. هذا غرور من الشيطان، الباب أمامك مفتوح والحمد لله، توب إلى الله ويتوب الله عليك، بادر إلى التوبة. بس المهم، المهم المبادرة. إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ولا يقول الإنسان أنا أتوب بعد أيام، بعد سنة، إذا رجعت إلى بلدي أتوب. ما تدري، لعلك ما ترجع، لعلك ما تدرك الأيام التي أجلت التوبة إليها، ربما يكون الموت أقرب من ذلك، فبادر بالتوبة من أجل أن لا تصحب بالسيئة، أو إن السيئة أيضا تتعظم مثل الجرح، إذا لم يبادر بعلاجه ربما يتآكل، ربما يلتهب، وربما يقضي على الإنسان. كذلك السيئة إذا أمهلها ولم يتب منها ولم يعالجها بالتوبة فإنها تتعظم وتجر غيرها من السيئات. لكن إذا بادر بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الثالث، خالق الناس بخلق حسن. أنت تخالط الناس وتتعامل مع الناس، ربما يسيئون إليك، ربما لا ترضى عن بعض تصرفاتهم معك، عليك بالخلق الحسن، تحمل وقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيستعمل الإنسان الخلق الحسن، فيقابل إساءة الناس إليه وإيذاءهم له بالإحسان والصفح، فيعود عدوه صديقا، ويكون محترما. أما إذا قابل السيئة بالسيئة، نعم القصاص جائز، يجوز أنه جزاء سيئة سيئة مثلها، يجوز القصاص من غير ظلم، لكن العفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا قصاص، قال مثلها، مثلها ولا تزد بل مثله، هذا هو القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، هذا أحسن، أحسن من القصاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجره على الله فلا يعلم ما سيجر عليه هذا الإحسان وهذا العفو من الخير، لأن ما عند الله أكثر وأعظم، هو جزائك على فلان ولا على علان ولا على أحد من الناس، جزاؤك على الله جل وعلا، فأجره على الله. هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى، يقول أنا سأعطيك الأجر، ما يعطيه غيرك، ما يعطيه غيري لك من الناس أو الخلق، بل أجرك عند رب العالمين، وأجر ورب العالمين لا يعجزه شيء سبحانه، هو غني كريم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالق الناس بخلق حسن. خلق حسن، الخلق على قسمين: خلق سيء وخلق حسن. المؤمن يأخذ الجانب الثاني، الخلق الحسن، ويترك الخلق السيء، لا سيما وأنه ابن الإسلام وأنه يمثل الإسلام وهو سيدعو إلى الإسلام، وربما يسألونه عن الإسلام ما هو، فيكون الإنسان على خلق طيب. وإنك، قال الله جل وعلا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبهذا
رغب الناس بالدخول في الإسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه قبل أقواله وأفعاله، بأخلاقه. فالخلق الحسن سبيل من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان يخالق الناس بالخلق الحسن من غير أن يجاملهم في أمور دينه، ليس هذا من الخلق الحسن، كون الإنسان يتنازل عن أمور دينه أو يتساهل عن أمور دينه، هذا ما هو الخلق الحسن. الخلق الحسن في التعامل مع الناس، إذا أساءوا إليك، إذا أخطأوا في حقك، فإنك تتخالق معهم بخلق حسن ليجلب ذلك لك مودتهم، ويجلب ذلك لك توقيرهم واحترامهم لك. أما أمور الدين هذه لا مجاملة فيها، وهم لن يلوموك إذا أنك تمسكت بدينك حافظت عليه، بل هم سيحمدونك وإن كانوا كفارا، وسيعلمون أنك رجل أنك رجل حازم. وهذا مما يزيدك عندهم رفعة وكرامة. فالدين ليس عليه مساومة أبدا، إنما هذا في التعامل مع الناس، تتعامل معهم بالخلق الحسن واللين والكرم والجود، هذه صفات المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ويترك المجال إذا كان هناك أسئلة مكتوبة أو شفهية. نعم الأخوة الكرام، لعلنا يعني نفتح المجال للنقاش، ونفضل حقيقة أن يكون أيضا هناك مشاركة أو استفسار في الأسئلة الشفهية وأيضا الأسئلة المكتوبة. نعم تفضل. بسم الله، السلام عليكم. السلام، جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي تفضل. نعم سؤالي يا شيخ عن فقه الواقع. نعم فقه الواقع. نعم نبذة مختصرة عنه أو تعريفه، وما هو موقفنا المفترض منه، وشكرا لك. الفقه في اللغة الفهم، فهم الشيء، هذا هو الفقه، فهم الشيء هذا هو الفقه. يقال فقه إذا فهم، فلان فقيه يعني فاهم. والمراد بفقه الواقع أنك تعرف واقع الناس وواقع المجتمعات، واقع الدول، تفهم واقعها من أجل أن تتعامل معه بما يليق به. هذا هو مرادهم بفقه الواقع، أن يكون الإنسان يعرف ما عليه الناس، ويعرف كيف يتعامل معهم. وهذا مأخوذ من الدين، مأخوذ من الفقه أيضا. الفقه المراد به إذا أطلق، المراد بالفقه إذا أطلق الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو فهم الدين وفهم الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل. وكذلك يفهم ما عليه الناس من العادات والتصرفات والأخلاق حتى يستعد للتعامل معهم، هذا هو فقه الواقع عندهم. نعم يعني معرفة الواقع ما عليه الناس. نعم. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، كما تعلمون في البلاد الغربية يكثر أهل الفرق والأهواء من يدعون الإسلام، فإذا يعني قابلنا من يدعي الإسلام هل نبحث عن حقيقته أم نعامله على ظاهره؟ مثال: إذا وجدنا مثلا مركز إسلامي يصلي فيه المسلمين، ما ندري وش وضع المسلمين هذولي، هل هم على السنة والجماعة أم أنهم يعني عندهم من الضلالات ما يخرجهم من الملة، ما ندري، هل نبحث قبل أم نأخذهم على ظاهرهم؟ أحسنت. هو شوف يا أخي، الأصل في المسلم الخير،
الأصل في المسلم الخير والعدالة. وإذا رأيت الناس يصلون فصلي معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم. ما لم يظهر لك، ما لم يظهر لك شيء يخالف أمور الدين، فإذا ظهر لك شيء يخالف أمور العقيدة وأمور الدين، لا شك أن هناك فرق ضالة، هناك دعايات سيئة، هذا موجود خصوصا في تلك البلاد. فأولا أنت تحسن الظن بالمسلمين، إذا رأيتهم يصلون صل معهم. أما إذا تبين لك ضلال أو انحراف فإنك تعتزلهم ولا تصلي معهم، إذا كان انحرافهم وضلالهم في العقيدة، إذا كان في العقيدة ينتحلون عقيدة فاسدة فلا تصلي معهم. أما إذا كان خطأهم في أمور دون العقيدة، في أمور خلافية من مسائل الفقه، فالأمر في هذا سهل. الاختلاف في مسائل الفقه، الفقهاء الأربعة، المذاهب الأربعة، الحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية، المذاهب الأربعة القائمة الآن بينها اختلاف في مسائل الفقه، لكنها في أمور العقيدة والحمد لله ليس بينها اختلاف، عقيدتها واحدة، فلا يضر الاختلاف في فروع المسائل، إنما الخلاف الذي يضر هو الاختلاف في الأصول. فإن كان الاختلاف الذي رأيته في مسائل فقهية فالأمر سهل في هذا، هذا لا يضر، كحنفي مع حنبلي مع شافعي مع مالكي هذا لا يضر. أما إن كان الاختلاف في العقيدة، هؤلاء قبورية، هؤلاء صوفية، هؤلاء كذا وكذا من العقائد التي لا تتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنك تعتزلهم وتتركهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله. سؤالي يا فضيلة الشيخ، كما تعرفون وذكر زميلي أن في البلاد الغربية توجد جماعة إسلامية كثيرة منحرفة، وطبعا يجب على المسلم أن لا يقف موقف المتفرج، لأنه يحمل مسؤولية الدعوة لله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة التي قد نواجهها، مثلا عندما يريد شخص أن يدعو هناك، لا بد أنه سوف يواجه كثير من الشبه التي قد يعجز عن الإجابة عليها. على سبيل المثال، الدعوة هنا في داخل البلد هي سهلة، لأن الشخص اللي تدعوه عارف بالحكم. لما تدعو شخص إلى حكم هو أن تقصد بالتذكير، لأنه يعرف الحكم. أما في البلاد الغربية فقد يكون مثلا المسلم سواء على عقيدة منحرفة أو الكافر جاهل، فبالتالي يدخل بشبه وضلالات وأسئلة كثيرة يعجز الإنسان عن الإجابة عليها، لأن البضاعة التي يحملها من العلم قليلة. فهل هذا يعني أن الإنسان يتوقف يعني عن العلم أو عن الدعوة حتى يحمل من العلم القدر الذي يستطيع به مواجهة هذه الأشياء؟ وشكرا. حسنت. نعم، الإنسان سيواجه ما ذكرت وسيرى مخالفات ويرى مذاهب شتى وشيعا وأحزابا كلها مع الأسف تنتسب إلى الإسلام. فعلى الأخ المبتعث الذي يواجه مثل هذه الأمور أن ينظر إن كان الشخص المخالف إن كان قريبا إلى الحق ويطمع في هدايته ويطمع في قبوله، فإنه يدخل معه في تفاهم ويبين له الصواب، لعل الله أن يهديه. أما إذا كان الشخص المخالف لا يقبل الحق، وإنما يريدك أنت أن تأتي معه ولا يريد هو أن يأتي معك، فهذا احذر منه ولا تجادله إلا إذا كان عندك علم تستطيع به دحض شبهاته. أما إذا كان ما عندك علم فلا تدخل معه في جدال ثم يتسلط عليك ويقول أنا انتصرت عليه. فهذا هو التفصيل،
أن المخالف على قسمين، قسم مخالف للحق لا عن تعمد وإنما عن جهل، يجهل الحق، فهذا تدخل معه في بيان الحق وتبين له بلطف وبحكمة، تقول له أنا مشفق عليك وأنا أريد لك الخير والصواب يا أخي كذا وكذا، بما تستطيع من إقناعه. أما إذا كان لأنك تطمع أنه يأتي للحق ويقبل الحق، أما إذا كان هذا المخالف لا يقبل الحق ولا يريد أنه يأتي يعني يقبل الحق منك ويأتي معك، وإنما يريد أنك أنت تذهب معه إلى الباطل ويدلي عليك بشبهات وأنت لا تستطيع الجواب عنها، فهذا لا تدخل معه ولا تجادله، لأنك ما عندك قوة وعندك علم تستطيع به دحض شبهاته ورد افتراءاته، فلا تدخل معه في جدال، اتركه وابتعد عنه. نعم. طيب، هناك أسئلة يا أخوان شفهية؟ فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، يوجد في بعض البنوك في الخارج، نعم، بعض البنوك في الخارج، نعم، عندما تفتح حساب عندهم يضعوا جزء بسيط من مبلغ بسيط في الحساب يعني كنوع من الترغيب، ما حكم هذا المبلغ؟ نوع من إيش؟ بسيط من الحساب، مبلغ بسيط من الحساب في حساب، يعني مبلغ بسيط في حسابك، ما حكم هذا المبلغ؟ أن تودع عندهم مبلغ؟ لا، البنك نفسه لما تفتح حساب عنده يضعون مبلغ كنوع من الترغيب قبل الإيداع، قبل الإيداع يضعون مبلغا من عندهم. ها إيه؟ نعم. مبلغا من عندهم لك. نعم. يعني نعم. هبة لك. نعم. من باب الترغيب يا شيخ. من باب الترغيب، لا ما تعامل معهم هؤلاء، لأن هؤلاء مرابون يشتغلون بالربا، لكن إذا كان معك نقود وتخاف عليها من السرقة أو من مشقة حملها فلا بأس أنك تودعها عندهم للحفظ وتسحب منها، تسحب منها، تودعها عندهم للحفظ تسحب منها عند الحاجة دون أن تأخذ منهم شيء، لأنهم ما يعطونك شيء إلا وهم يأخذون منك أكثر منه، هم يعطينك الشيء مجانا، هم يعطونك هذا الشيء لإغرائك في الثقة بهم، ترغيبك في التعامل معهم، وهم يريدونك لمصلحتهم ولغرض المستقبل، فلا تقبل منهم هذا الشيء، إنما تودع ما معك عندهم للحفظ فقط وتسحب منه بقدر حاجتك إلى أن ينتهي، وغير هذا لا تدخل معهم في شيء. نعم. طيب يا شيخ، تكمل السؤال يا شيخ صالح. نعم. يعني أحيانا يدفع لهذا الرجل فوائد أو يعني أموال ربوية على المال في البنك، فهل يجوز أخذ هذا المال والتصدق به أو التبرع به أو ماذا يفعل الإنسان؟ أنا قلت خذ رأس مالك، قدر رأس مالك اللي دفعت اسحب منه إلى أن ينتهي، ولا تأخذ زائد أو فوائد، هذه ربا. لا تأخذ الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا ولا تأخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلا تقبل منهم فوائد ربوية أو زيادة ربوية، خذ رأس مالك الذي أودعت فقط. نعم. ولا تقول بتصدق بها، هذه ما هي صدقة، الحرام حرام لا يتصدق به وسحت. نعم. يقول السائل يا شيخ، ما حكم الشرع في صورة المعاملة التالية؟ في بعض الدول عندما يريد شخص شراء منزل فإنه يقوم بإنشاء شركة مع البنك وتسجل هذه الشركة، ثم تقوم بشراء البيت ومن ثم تقوم ببيعه لنفس الشخص بالتقسيط
ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ هذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك أو الشركة لا يملك السلعة وقت العقد، وإنما يتعاقد مع الزبون ثم يذهب ويؤمن السلعة، يشتريها من هي عنده ويكتبها باسم الزبون، فهذا بيع لا يجوز، لأنه باع شيئاً لا يملكه وليس عنده شيء وقت العقد أو وقت التفاهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فأي شخص أو أي شركة أو أي بنك لا يملك السلعة وقت العقد فإنه لا يجوز الشراء منه ولا التعامل معه على معدوم، إنما يؤمنه بعد ما تتم الاتفاقية ويتم التوقيع وتعبئة الأوراق، ربما يسلم عربون، الزبون يسلم عربون ثم يروح الطرف الثاني ويشتري السلعة، هذا بيع ما لا يملك وهو حرام. نعم نعم يا أخوان، أحد السؤال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لدي فضيلة الشيخ عدة أسئلة. السؤال الأول: ما موقف الإسلام من المشاركة في الوسائل الإعلامية سواء كانت محسوبة على الدول الإسلامية أو غير ذلك، رغم ما فيها من ملاحظات؟ المشاركة لبيان الحق في الوسائل الإعلامية طيب، أنه يدخل ويشارك فيها لبيان الحق، يكتب في الصحف والجرائد والمجلات لبيان الحق، يجعل له برامج في الإذاعة لبيان الحق، الدعوة إليه والدفاع عن الإسلام وعن العقيدة، شيء طيب بيان الحق. وأما دخوله معهم أو في وسائل الإعلام على ما هم عليه ولا يبين الحق ولا يدعو إليه، هذا لا يجوز، لأن هذا مشاركة ومعاونة على الإثم والعدوان، تعاون معهم ويأخذ منهم مرتب ويتعاون معهم فيما هم عليه من غير أنه يبين الحق من الباطل، هذا تعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز الدخول معهم إلا في وجه واحد، وهو إذا كان سيبين الحق ويدعو إلى الحق ويرد الباطل، شيء طيب وهذه فرصة طيبة. نعم تفضل. المقصود يا شيخ من قبل العلماء، يعني مشاركة العلماء مثلا، يعني في بعض القنوات أو نقل الإذاعات، يعني أصلا هي بنيت من أجل الأشياء محرمة وقامت على أشياء محرمة، جميع ما تبث أشياء محرمة، ورغم ذلك يوجد من العلماء من يشارك في هذه القنوات أو الإذاعات، فهل هؤلاء العلماء على صواب أم الآخرون الذين لا يؤيدون المشاركة في هذه القنوات هم الأصوب في هذا؟ يوجد الخلاف الشديد بين الناس. إذا كانت القنوات قائمة على أساس فاسد وهي قنوات تبث الباطل، فهذا لا يجوز للعالم أنه يدخل فيها، لأنهم يريدون من دخوله فيها الدعاية لها، وأن يقول إن العالم الفلاني قد أقرها وفلان العالم ما استنكر ما فيها، فدخوله فيها دليل على إقراره لها، يريدون هذا يحتجون به ويروجونها على الناس. فإذا كان قصدهم من إشراك العالم فيها الدعاية لها أمام الناس، هذا قصد سيء، ويجب للعالم أنه يتنبه لهذا ويتنبه لهذا المقصد ولا يدخل معهم. نعم سؤال آخر تفضل. ما مدى مصداقية مقولة الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل يعني هذا أن ما لا يجوز في البلاد الإسلامية يجوز في غيره؟ الدين لا يتغير، الدين هو هو منذ أرسل الله به رسوله إلى أن تقوم الساعة، الدين لا يتغير، ولكن اجتهاد المجتهدين الذي لا يظهر فيه دليل واضح يجتهدون، هذا يتغير، وأحوال الناس تتغير والمسائل تتغير، اجتهاد المجتهد يتغير، لكن الشرع نفسه لا يتغير أبدا، لأنه إذا اجتهد المجتهد وحصل منه خطأ ما يقال هذا هو الشرع، يقال هذا اجتهاد فلان
وأخطأ فيه. فقولهم أن الفتوى تتغير يعني اجتهاد المجتهدين وليس هو الشرع أنه يتغير، الشرع هو هو، لكن هذا الذي اجتهد وأخطأ ما وافق الشرع، خالف الشرع، هذا معنى قولهم الفتوى تتغير. ما هم معناه أن الأحكام تتغير، الأحكام الشرعية تتغير، لا، معناه أن اجتهاد الشخص يتغير باختلاف، يمكن يزيد علمه عن ذي قبل ويتغير اجتهاده، يبلغ دليل ما بلغ في الأول ويتغير اجتهاده، يتبين له أنه أخطأ في الكلام الأول يعني في الاجتهاد الثاني يذهب إلى ما يراه الصواب. هذا ولهذا الأئمة لهم عدة روايات في مسألة واحدة يحكم عليها بحكم، ثم بعد ذلك يتبين خلاف ما قال في الأول فيترك الاجتهاد الأول ويجتهد اجتهاد جديد، ويكون له رواية ثانية وثالثة بحسب ما يتبين له في كل فترة. فاجتهاد المجتهد الذي هو عمله هو يتغير، أما نفس الشرع ونفس الأحكام الشرعية فهي لا تتغير، ثابتة. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، نقول الشرع لا يتغير أبدا، الحلال حلال إلى أن تقوم الساعة، والحرام حرام إلى أن تقوم الساعة. وأما كون فلان اجتهد ثم بداله مرة ثانية أنه يجتهد ويغير الرأي الأول، كيفه، هو يغير رأيه، لكن الأحكام الشرعية في مكانها. نعم. لعل يتعلق بهذا يا فضل الشيخ السؤال جاءنا، يقول فهل تنطبق أحكام السفر أو المسافر على المبتعث؟ في الطريق نعم، في طريقه ذهابا وإيابا هو مسافر، أما إذا استقر هناك لسنة أو لسنوات أو لأشهر، إذا استقر هناك انقطعت أحكام السفر وصار مقيما، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ويأخذ أحكام المقيمين. نعم. لكن هل له مدة محددة شيخ؟ مثلا الآن بعض السفر قد يعني يقطع في فترات مثلا أكثر مدة يأخذ فيها أحكام المسافر 4 أيام، وما زاد عنها فإنه مقيم. إذا نوى إقامة 5 أيام، 10 أيام، شهر، شهرين، سنة، هذا مقيم، يأخذ أحكام المقيمين فيتم الصلاة ويصوم في رمضان. نعم. طيب تفضل الشيخ. بالنسبة للسؤال السابق تعليق عليه، يعني مثلا قيادة السيارة من قبل المرأة هناك، نعرف أن كثير من الأخوان إذا ذهب إلى هناك يجد أنه مضطر ليسمح لأهله بقيادة السيارة، وأفتي من قبل بعض العلماء بجواز ذلك، فما مدى يعني مصداقية هذا القول؟ نحن سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فالمسلم مسلم في أي مكان. إذا كانت قيادة السيارة لا تجوز هنا فإنها لا تجوز هناك، يعني ما يتغير الحكم الشرعي، قلنا لكم الأحكام الشرعية لا تتغير. فإذا كانت قيادة المرأة لا تجوز لما يلزم عليها من كشف الحجاب، ولما يلزم عليها من تعرض المرأة لحوادث الطرق ومساءلات المرور، وهي امرأة ضعيفة وقد يطمع فيها الفاسق، الحكم لا يتغير، لا تجوز قيادة السيارة هنا فلا تجوز هناك. نعم. تفضل. لعل السؤال خير يا شيخ. بالنسبة للسفر من أجل تعلم اللغة الأجنبية أولا، ومن ثم أيضا مسألة السكنة مع العائلة غير مسلمة، تعلم اللغة الأجنبية إذا كان يمكن هنا إنه يتعلمها هنا ولا يسافر، وإذا كان ما يمكن تعلمها هنا فلا بأس أن يسافر من أجل أن يتعلمها، لكن أنه يكون مع عائلة يسكن معهم هذا لا يجوز، لأنه حصل منه مفاسد كثيرة. وليس من الضروري أنه ما يتعلم اللغة إلا إذا سكن مع عائلة، يتعلمها وهو ما سكن مع عائلة، فلا يجوز سكونه مع عائلة كافرة بأخلاقها وبعقائدها وبإباحيتها، حصل مفاسد كثيرة ممن سكنوا مع عوائل ويذكرون الفضائح من جراء ذلك، قد يشرب معهم الخمر،
قد يأكل معهم الخنزير، قد يفسد في خلقه، لأن ما عندهم محافظة على الأخلاق. هم عندهم ما دامت المرأة ما تزوجت، ما عقد عليها عقد نكاح، فلا مانع أنها تصاحب من تشاء، ولا عندهم مانع في مسألة الأخلاق وفساد الأخلاق والأعراض. ما يمتنعون بزعمهم عن الزنا إلا إذا تزوجت المرأة، فهي تمتنع عن الزنا. وأما الرجل فهو يدوم مع الزنا ولو تزوج، يأخذ الصاحبات والخدينات ولو هم تزوج. فالمسلم لا يعيش مع أسرة منحلة في أخلاقها وفاسدة في دينها، لأنها تؤثر عليه. ولا يبيح له تعلم اللغة، ما يبيح له ارتكاب هذا المحرم وهذه المفاسد، ولأنه بإمكانه يتعلم اللغة من غير أنه يسكن مع عائلة. نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. أحيانا يصادف المبتعث وجوده في الغرب، أحيانا نعم، يعني يصادف وجوده في الغرب في زمان عيد الأضحى. بعض قوانين الدول خاصة في بريطانيا تمنع نحر الذبيح أو ذبحها بالسكين، فما هي الطريقة لذلك؟ لابد من ذبحها بالسكين، لابد من ذبحها. ولا ما أظنهم يمنعون من ذبحها، إيش يذبحونها بهم؟ لازم أنهم يذبحونها إما بالرصاص وإما، فذبحها بالسكين أحسن وأريح للذبيحة من طريقاتهم التي ابتكروها. فالمهم أنه ما يحل ذبح الذبيحة إلا بالحلق، يذبحها بالحلق، يقطع المري والحلقوم وينهر الدم، لابد من هذا. طيب فضيل الشيخ، إذا منعوه لا يذبح ضحية، إذا منعوه من هذا ما هو بلازم يذبح ضحية، ضحية ما هي بواجبة. نعم. طيب فضيل الشيخ، لكن ما أتصور أنهم يمنعونه، أنا ما أتصور أنهم يمنعونه. نعم، بس في بريطانيا طال عمرك فيها ممكن عملية طريقة اليهود في ذبحها أنهم يسحقونها أول شيء بالكهرباء ثم ينحرونها بعد ما تموت بالكهرباء، هذا مسموح بها في القانون هناك؟ اليهود المعروف عنهم التشدد في النصارى، هم اللي يتساهلون، ولا اليهود معروف عنهم والمشهور عنهم أنهم يتشددون في الذبح وأنهم يتقيدون بالذبح الشرعي، إنما النصارى هم اللي يتساهلون يذبحون بالصعق الكهربائي وبالماء الحار وبالضرب بالرصاص، هذا لا يجوز. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث، الأمور المذكورة، إما إنها منخنقة وإما موقولة وإما متردية وإما نطيحة، يعني ماتت بغير زكاة شرعية، بل بإصابة، ماتت بإصابة غير الزكاة الشرعية، ماتت بالإصابة بالصعق الكهربائي، ماتت بالماء الحار، ماتت بضرب الرصاص، كل هذه لا تحل، هذا ذبح غير شرع، هذا إنما يحصل عند النصارى وعند الشركات التي تصدر اللحوم، هي اللي تعمل هذا العمل. أما اليهود المعروف عنهم أنهم يتشددون في الذبائح. نعم. في السؤال الثاني، أحيانا يختلف بعض المراكز الإسلامية في المراكز الإسلامية في الغرب تختلف في دخول شهر رمضان، فبعضهم يتبع مثلا المملكة في دخول شهر رمضان، بعضهم يتبع مثلا، تختلف أحيانا لأي شخص مثلا مدير المركز الإسلامي لأي دولة يتبع، فيتبع الدولة التي مثلا دخل شهر رمضان بعد المملكة بيوم أو قبلها بيوم، فأي مركز إسلامي أو أي دولة نتبعها في دخول شهر رمضان؟ أول شيء المسلمون مكلفون بأن يصوموا على الرؤية ويفطروا على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن كان باستطاعتهم في بلاد الغرب أنهم يرون الهلال دخول الشهر وخروجه، فإنهم يجب عليهم أن يعملوا بالرؤية، وأن المركز الإسلامي يكون له لجنة لرؤية الهلال ويصوموا بحكم رؤيتهم ويفطروا بحكم رؤيتهم،
أما إذا كان ما فيه مركز إسلامي يتولى هذا الشيء ولا يهتمون به ويريدون العمل بالحساب، لأنهم الآن حريصين على العمل بالحساب، والعمل بالحساب لا يجوز، لأن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية ما علقوا بالحساب، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا كان بإمكان المسلمين هناك أنهم يرون الهلال ويحكمون بدخوله وخروجه، هذا واجب، هذا هو الأصل. إذا كان ما هم باستطاعتهم يتبعون الدولة، يتبعون الدولة التي تحكم بالرؤية الشرعية، التي تعمل بالرؤية الشرعية. أما الدولة التي تعمل بالحساب فلا يتبعونها، لأن هذا عمل خطأ، فيتبعون الدولة التي تعمل بالرؤية الشرعية ويصومون معها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان بإمكانهم يرون الهلال هم وجب عليهم ذلك، وإن كان ما هو بإمكانهم يتبعون الدولة التي تعمل بالرؤية الشرعية وتعلن الصوم والإفطار بموجب الرؤية الشرعية. ولا أظن هناك دولة تعمل هذا العمل إلا السعودية فقط، هذا الذي أعرف. نعم. طيب يا شيخ، فيها في قضية شيخ الرؤية، هناك في بعض الولايات مثلا في بعض الولايات أمريكا في بعض المراكز الإسلامية يترون الهلال. طيب. ويرونه، يعني أنا رحت في رمضان وكان هناك ترى الهلال ورؤية الهلال وتم الإفطار على حسب الحمد لله، هذا هو الأصل، وهذا موجود في بعض المراكز الإسلامية، بل بعض الولايات تصير بجانبها ولاية الشيخ ويرون الهلال. إذا رؤية الهلال فهو الأصل. نعم. ولا يقلدون أحد، يعملون بالرؤية. أما إذا كان ما يرى الهلال يتبعون الدولة التي تعمل بالرؤية تعلن بالرؤية. نعم. جزاك الله خير. في سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. السلام. شيخ حسن الله إليك، أحد المحاضرين قبل مدة أورد قصة عن حصلت له بعض الإخوة في مطار من المطارات، أنه تعرض إلى موقف أن تقدمت لهم فتاة، تقدمت لهم فتاة تقدم لهم بعض الهدايا. أي. يقول فتعرضنا للموقف أنها صارت تصافح بعض الإخوة. ها؟ تصافح. نعم. فأحدهم ردها، فكان المحاضر وفقه الله أنكر هذا الموقف، قال إن هذا ليس طريقة دعوية، فالأولى أن يكون مصافحة لجذب الفتاة إلى الإسلام. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا خطأ، كلام المحاضر هذا خطأ، ولا تجوز مصافحة المرأة، لا سيما إذا كانت فاتنة وفتاة. والدعوة لا تكون بفعل الحرام، الدعوة ما تكون بفعل المحرم. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية التي لا تحل له هذا حرام، ولا يصافحها، وهل يمتنع من مصافحتها؟ هذا هو الذي مع الصواب. والدعوة لا تكون بفعل محرم بمصافحة. فهذا الذي قال إن المصافحة تجوز لأجل الدعوة هذا غلطان. الدعوة لا تكون بالمعصية، إنما تكون بالوسائل الشرعية، الترغيب والترهيب وبيان الحق والجدال بالتي هي أحسن. نعم. طيب يا شيخ، هذا سؤال يسأل عن التخلف عن الجمعة بسبب المحاضرات، يعني هل يحل له أو أن يؤخر الصلاة مثلا؟ والله إذا كانت المحاضرة يمكنه أنه يتداركها فيما بعد ولا تضيع عليه، يجب عليه صلاة الجمعة. إذا كان أنه بإمكانه صلاة الجمعة ما تفوت عليه شيء من دراسته، ولا يحاسب بعدين ويناله ضرر، فهو يصلي الجمعة، يجب عليه. وإذا كان عنده جمعة قريبة، إذا كان عنده جمعة تقام قريبا، أما إذا كانت الجمعة بعيدة فلا يلزم أن يذهب إليها. الكلام يتعلق بسماع النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره. فإذا كان أنه في مكان يمكنه سماع النداء للجمعة ويمكنه الحضور فإنه يجب عليه صلاة الجمعة. أما إذا كان أنه الجمعة بعيدة يحتاج إلى مسافة فلا يلزم حضورها. وكذلك إذا كان حضوره للجمعة القريبة ما يفوت عليه ولا يلحق بضرر في دراسته،
أيضا يجب عليه الحضور. أما إذا كان يلزم عليه ضرر تنقيص درجات أو حرمان من المادة أو الاختبار فهذا يرخص له في أن يتخلف ويصلي ظهرا، يصليها ظهرا. نعم. يتعلق بهذا الشيخ سؤال أحسن الله إليك عن إمكانية مثلا في بعض الأماكن يكون المسجد أو المركز الإسلامي بعيد عن إسكانات الطلاب مثلا، نعم، فهل مثلا يصلي مثلا في بيته أو مثلا لا بد أن يصلي مع الجماعة؟ هذا يتقيد بسماع الأذان، إذا كان يمكن سماع الأذان المجرد فهو يلزمه الحضور، يلزمه الحضور. من سمع النداء فلم يجب ولا صلاة له إلا من عذر. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، إني لا أجد لك رخصة. أما إذا كان المسجد بعيد بحيث لا يسمع النداء فهذا لا يلزمه الحضور، إن ذهب فهو على خير وزيادة أجر، وإن صلى في مكانه فلا بأس لأنه معذور. وإن كان عنده في بيته رجال أو عنده جيران من المسلمين يصلون جميع في مكانه، وإذا كان ما عنده أحد إلا هو يصلي منفرد. نعم. هنا سائل يا شيخي يقول كيف يكون صوم المبتعث في شهر رمضان في الأماكن التي يمتد فيها النهار إلى أكثر من 16 ساعة؟ صوم إذا كان أنه يمر خلال 24 ساعة، يمر ليل ونهار، خلال 24 ساعة يتعاقب ليل ونهار، يجب عليه أن يصوم النهار ولو طال، ولو كان أطول من الليل بكثير يصوم، يصوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو كان طويلا. نعم. أيضا سائل يقول ما حكم من ذهب إلى بلاد الغرب واجتهد في تحديد القبلة وصلى، لكن اتضح له بعد فترة أنه كان يصلي باتجاه مخالف للقبلة، فهل تجزئ صلاته أم أنه يلزمه الإعادة؟ إذا كان ما وجد أحد يسأله عن القبلة من أهل المعرفة، ما وجد أحد يرشده واجتهد هو وصلى فصلاته صحيح، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا في الذي اجتهد في القبلة واخذ صلاته صحيح. أما إذا كان بإمكانه أنه يعرف القبلة بمساءلة أهل الخبرة أو عنده ناس من المسلمين يسألهم أو حوله مسجد يشوف القبلة فيه، فهذا لا يجوز له الاجتهاد، لا بد أنه يعمل بالأدلة ويصلي عليها. فإن كان صلى وهو ما سأل أحد ولا شاف مسجد، إذا كان حوله مسجد فهذا يعيد الصلاة لأنه مفرط ومتساهل في معرفة القبلة. نعم. هنا سائل يا شيخ يسأل عن حكم دراسة الزوجة المرافقة في المعاهد مثلا أو الجامعات، علما أنه يوجد هناك اختلاط وقد تكون ليس هناك حاجة مثلا. نحن قلنا لكم في بداية الكلمة أن المسلم يتقي الله حيثما كان، الاختلاط ما يجوز هنا فلا يجوز هناك، السفور ما يجوز هنا فلا يجوز هناك، المسلم مسلم في أي مكان يلتزم بأحكام الشرع. والدراسة ما هي ضرورية، دراسة شيء تكميلي ما هي ضرورية، إن حصل دراسة مع الالتزام بأحكام الشريعة وأحكام الحجاب فشيء طيب، ما حصل إلا شيء يتعارض مع أحكام الشريعة لا، المسلم يحافظ على دينه ولا يقدم عليه شيء. نعم. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول يا شيخ جزاك الله خير، ممكن أن يكون المشرف على الرسالة امرأة، في بعض الجامعات تتعنت أن تكون المشرفة امرأة، فما هو الحكم في هذا الوضع؟ الحكم أنك تجتهد في أن يشرف عليك رجل، وإذا ما حصل يعني فرضوه عليك ممكن. ولا حصل أي نعم. إيه لا تخلو معها، لا تخلو معها في مكان، وأيضا تغض نظرك وبصرك عنها، ولا تخلو معها خلوة ما في المكان إلا أن تهي، هذا ما يجوز شرعا. تخفف الضرر مهما أمكن، تقول الله ما استطعت، تخفف الضرر مهما أمكن. نعم. سؤال آخر بالنسبة للزميل، ممكن يطلع معكم على في الكافيتيريا أو المطعم، ممكن تحاسب عنه، والوضع أنه لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يشرب شرابك إلا تقي، زميل الدراسة كافر أي. ممكن تحاسب عنه في الأكل أو الشرب أو شيء؟ ما يخالف، أمور الدنيا وأمور الكرم طيب، ما ولو كان كافر
يجوز أنك تطعمه ويأكل معك وتقدم له طعام إذا كان زميل لك أو جار لك ولو كان كافرا، هذا لا بأس، هذا من التعامل الدنيوي، وهو أيضا من كرم الأخلاق ومن سبيل دعوته إلى الإسلام. نعم. السؤال الأخير، الزواج بنية الطلاق في شيء مختلف، ما أدري إيش الحكم جزاك الله خير. والله أنا ما أرى هذا، ما أرى الزواج بنية الطلاق، لأنه شبيه بالمتعة، إلا أنه متعة غير مصرح بها. وثانيا الآن التطبيق اللي حصل فيه مفاسد كثيرة، يذهبون ويتزوجون من النساء ولا يدومون معهن، يتزوج هذه الليلة وذي الليلة الثانية وذي الثالثة، وربما يتجاوز الأربع ويتزوج ويطلق، وأيضا كل واحدة قد تحمل منه بأولاد ولا يدري عنهم ويضيعهم، هذا لا يجوز، ترتب عليه مفاسد. الحمد لله الزواج الشرعي تزوج بامرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع زواجا شرعيا تقصد منه الاستدامة وطلب الذرية وقضاء الوطر، فإن ما أصلحت لك واحدة أو ثنتين ما أصلحن طلقهن طلقهن، لكن يكون دخولك معها في الأول بنية الاستدامة وبنية يعني بنية استدامة الزواج والعشرة. هي لو دريت أنك تبي تطلقها وأنك ما لك نية في بقائها ما تزوجتك، هذه خديعة، أنت خدعتها، خدعت وليها بذلك. نعم. هلا في ضرر على المرأة المسكينة، ولو علمت ما تزوجتك. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أولا بالنسبة تعقيبا للأخ اللي ذكر أن المحاضر يعني أجاز أو رخص أو قال سبيل غير طريقة غير دعوية، في الحقيقة أنا ما فهمت هذا الشيء، وأنا أبرئ المحاضر من هذا الشيء، ربما الإخوان معي، هذا تحقيقا للحق فقط. أنا ما حضرتها ولا أدري، أنا أقول حسب نقل الأخ. أي نعم. أي هذا لا يجري. بس أنا بينت له إحقاقا للحق، يعني ربما هو يكون فهم هذا الشيء. إذا كان المحاضر قال هذا فهو خطأ. سؤالي. نعم. هو في بعض الدول شيخ أنه يكون الفترة ما بين العشاء والفجر ربما 3 ساعات وثلاث ساعات ونصف، ففي هذه الحالة هل يجوز الجمع حتى مثلا الجمع بين إيش؟ الجمع بين المغرب والعشاء حتى يستطيع أنه ينام ويصحى للفجر، يعني ينام قد يكون الفجر الساعة 1:30 والعشاء الساعة 10:30 ليلا، يعني يجمع جمع تقديم. اي نعم. علشان ينام هنا؟ لا، الجمع في الحضر ما يجوز إلا للمطر فقط أو للمرض. وطيب يا شيخ الجمع نعم الجمع في الحضر في حالة الإقامة، انتبه، الجمع في حالة الإقامة لا يجوز إلا في إحدى حالتين، إما المرض وإما المطر الذي يتضرر به إذا خرج للصلاة، فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. أما في غير هاتين الحالتين لا، فكل صلاة في وقتها. نعم نعم. ما عندنا جمع صوري. لا ما عندنا جمع صوري، يعني خلي العشاء إلى آخر وقتها، قد ينام ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجر، يخرج الصلاة عن وقتها. جمع صوري هذا عند الحنفية، الجمهور ما عندهم جمع صوري. نعم.